بسم الله الرحمن الرحيم. بشرى عظيمة وأدلة قاطعة على جواز العمل بالحديث الضعيف. الكلام اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي ده كنز عظيم من كنوز السنة، لأنه يؤكد جواز العمل بالأحاديث الضعيفة التي فيها ثواب عظيم، ويشكك فيها بعض الدعاة أو بعض العلماء أو. هقول لحضراتكم أدلة لا تقبل الشك. الحديث الأول دلوقتي ده صححه كثير كثير من العلماء، وله أكثر من طريق. الطريق الأول رواه الإمام أحمد من طريق من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بسند حسن الحديث. سيدنا جابر بن عبد الله بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضل فأخذه إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله عز وجل ذلك وإن لم يكن كذلك. الحديث ده معناه إيه؟ معناه لو أنت سمعت حديث ظنيت إنه من حديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملت بالثواب اللي فيه، عملت بإخلاص عشان تاخد الثواب، ربنا يديك الثواب حتى لو كان الحديث مش صحيح، حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قالش الكلام ده. ده معناه إيه؟ معناه إن لو كان الحديث مكذوب، بس مش معنى كده ان انا اخد حديث مش موجود في كتب السنه خالص وانا عارف انه مكذوب، لا، ده هو الرسول يقصد حديث موجود في كتب السنه وله سند، لكن في شك، في شك. طيب الحديث صححه الامام، حسنه احمد بن حنبل، حسنه ابن حبان، صححه الامام البغدادي في تاريخ بغداد، قال عنه شمس الدين الامام الدمشقي بن ناصر الدمشقي اسناده جيد. الإمام ابن طولون، شمس الدين ابن طولون، قال إسناده جيد. الإمام الزرقاني حسنه. الإمام السخاوي قواه في كتاب فتح المغيث. الإمام ابن حجر الهيثمي، وهو في العلم معروف ابن حجر الهيثمي، صححه في الدور المنضود. الإمام أبو يعلي الموصلي رواه بإسناد جيد مرسل. الإمام ابن شاهين رواه في شرح مذاهب أهل السنة وقال حديث مرسل حسن لغيره. الحديث له طريق تاني، رواه الإمام المستغفري في كتابه فضائل الأعمال من حديث عبد الله بن عباس. يبقى الطريق الأول ومعروف عند العلماء حتى أهل الحديث إن الحديث لما يكون له أكتر من طريق طرق مختلفة، الحديث له 10 طرق، ده بيقوي الحديث، بيقوي بعضه. الإمام المستغفري يقول على قال عبد الله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بلغه عن الله رغبة فطلب ثوابها أعطاه الله أجرها وإن لم تكن الرغبة على ما بلغه، قلت أو لم أقله فأنا قلت. يعني الكلام ده الرسول بيقول الرغبة، لو أنا قلت الحديث أو ما قلتوش أنا قلته، حتى لو أنا ما قلتوش، حتى لو ما قلتوش اعتبروني قلته. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام البغوي رواه من طريق تالي، الإمام قال: من بلغه شيء من الأحاديث التي يرجى فيها الخير فقاله ينوي ما بلغه أعطيته وإن لم يكن. الإمام الدرقطني رواه من طريق تاني عن طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث قدام جمع من الصحابة، كل ما يقعد في مجلس بيقوله والصحابة يسمعوا ويقولوا، وصل التابعين لغاية ما وصلنا. قال: من بلغه عن الله فضل شيء من الأعمال يعطيه عليها ثوابا فعمل ذلك رجاء الثواب أعطاه الله ذلك الثواب وإن لم يكن بلغه حقا. كل الطرق دي أدي الدليل الأول، إذا الحديث صحيح. طب إذا كان الرسول أجاز، الحاجة التانية إن أنت مش ممكن تتعشم في ربنا وتعمل حاجة وأنت فاكر ربنا سبحانه وتعالى وما يديكش الثواب. عايزين اكتر من كده دليل على جواز العمل بالحديث الضعيف؟ بس كان الرسول بيقول وإلا لم يكن كذلك، يعني كأنه بيقول لك لو كان الحديث مكذوب بس انت فاكره انه مروي عني وعملته وتعشمت في ربنا، ربنا يديك الاجر. طيب ده دليل تاني وبرضه دليل قوي، روى الامام ابو حسن الخلعي عن حمزه عبد حمزه بن حمزه بن عبد المجيد. حمزه بن عبد المجيد من كبار العلماء السلف الصالح، بيقول ايه؟ راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له رسول الله: أنت قلت أن من بلغه شيء عن الله فضيلة عن الله فأعطاه الله ذلك إن كان الحديث باطلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، قال: إي وربي هذه البنية إنه لمني وأنا قلته.
يبقى في واحد من السلف الصالح راى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وصدق هذا الحديث. دليل ثالث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حدثوا عن بني اسرائيل لا تصدقوا بني اسرائيل ولا تكذبوهم وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. طب كتب بني اسرائيل اصح ولا احاديثنا الضعيفه اصح؟ اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام اجاز لنا ان احنا نحدث بكتب اهل الكتاب اللي مليانه تحريف، فكيف لا نقول الحديث ضعيف؟ الدليل بعد كده علماء السلف الصالح الجهابذه، انا مش بتكلم عن بتوع الموجودين دلوقتي، انا بتكلم على العلماء الافزاز الائمه الاربعه والتابعين، قالوا ايه؟ الامام احمد قال اذا جاءنا الحديث الضعيف في الحرام والحلال والاحكام تشددنا. وكلمه تشددنا مش معناها رفض الحديث، مش معناها رفضه، لا معناها التنقيب فيه. لذلك حوالي نصف الاحكام الفقهيه الحساسه جدا الهامه جدا مبنيه على احاديث ضعيفه. فما بالكم بقى بفضائل الاعمال، يعني الحلال والحرام اهم واخطر بكتير من فضائل الاعمال. الامام شيخ الاسلام ابن تيميه قال الامر عندنا العمل بالحديث الضعيف. الامام ابو حنيفه والامام مالك احتجوا باحاديث ضعيفه وبنوا عليها احكام فقهيه في منتهى الاهميه، وانا اتكلمت عن ده في حاجات كتير قبل كده. ده الشيء اللي بعد كده الناس، وده دليل عقلي. في ناس قال لك من العلماء قال لك اصل الصحيح في الكفايه، لا الصحيح ما فيش الكفايه. لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلام، لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يهمل ويفتح بقه ويتكلم الا لضروره. ولو احنا افترضنا ان الحديث صحيح الكفايه في الكفايه وضيعنا الحديث ضعيفه كلها، يبقى ضيعنا جزء كبير من السنه. يبقى معنى كده ان احنا بنفترض في الرسول صلى الله عليه وسلم العبث، لان لو قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم في الاحاديث الضعيفه دي اللي هي بسوء الحظ فيها مجاهيل، او فيها واحد واقع من السند، او في واحد معروف ان هو بينسى بيزود كلمه بينقص كلمه، طبعا ده محتاج شرح كبير عشان نعرف معنى كلمه ضعيف ايه، وان في ناس مش فاهمه معنى كلمه ضعيف. يبقى معنى كده ان احنا بنفترض او عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني العبث ان هو بيتكلم كلام ملوش لازمه ان هو يقوله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يفتح بقه ويتكلم لغير ضروره؟ مستحيل. كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ضرر، لا يمكن يفتح بقه يتكلم الا لضروره. يبقى اذا الناس اللي قالت نلعب بالعمل الحديث اخطاوا خطا فاحشا وفوتوا على الناس صواب عظيم جدا في هذه الاحاديث. ف لذلك مفيش ادله اكتر من كده على جواز العمل بالحديث الضعيف، وانا هكتب لكم الكلام ده، نسخوا هذا الكلام وانشروه ونشر هذا العلم في صواب عظيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.